اختتمت في محافظة المفرق مساء أمس منافسات الدور النهائي من بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم 2023 على مستوى المحافظة بتنظيم وزارة الشباب، وفاز فريق الباسلية على نظيره إيدون بني حسن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة نهائية حضرها المحافظ سلمان جادة ومدير شباب المفرق عمر الغويري. شهدنا نهائي خماسي كرة القدم بمناسبة شهر رمضان المبارك، والواقع أن جميع الفعاليات الشبابية والاجتماعية هي تعطي مساحات للإنسان للاستمتاع بليالي شهر رمضان المبارك، الله يعيد علينا جميعا وعلى قائد الوطن. هذه الفعالية كانت تضم أربعة ألوية، ألوية محافظة المفرق الغربية والشرقية ولواء أرويشد ولواء القصبة، وبواقع 16 فريق لكل لواء، ثمان فرق من لواء أرويشد. استمرت هذه الفعالية طيلة أكثر من 10 أيام، وكان هذا اليوم الختامي، والحمد لله رب العالمين عدى على خير، وفاز فريق الباسلية اليوم بنتيجة 4-3، وكانت مباراة حلوة وحضور جماهيري حلو وأجواء رمضانية جميلة جدا.